اهلا وسهلا فيكم يا جديد. رسالتنا اليوم لكل صاحب قرار بهالبلد هاي. قرب علي شوي. انت بتنزل على الشارع بتشوف المواطنين، بتشوف حال الناس، شايف حال الناس وين وصلت؟ شاعرين بالمواطن، شاعرين بكميه الضغط اللي بحسها المواطن كبني ادم، مش كاي شيء ثاني، كبني ادم. هذا الانسان المواطن الاردني اللي طول عمره واقف مع الدوله، طول عمره واقف مع قضايا الدوله، طول عمره واقف جنب الوطن، حاس فيه، شاعر فيه. يعني نفسي افهم الاليه اللي بتاخذوها لما تعملوا القرارات، لما تقرروا اي شيء بيناسب المواطن الاردني، على ايش بتعتمد؟ على ايش بتركز؟ شو اللي بتاخذه بعين الاعتبار؟ يا ناس يا عالم، المواطن صفى تحت الصفر. اي صفر؟ هو ظل صفر. المواطن يصيح، المواطن قاعد مش بغرفه الانعاش، بدنا ننزله على المشرحه. الى متى؟ لمتى راح نظل مثل هيك؟ دلكوا على جيبه المواطن. انتوا لما تيجوا تعالجوا اي قضيه ولا اي موضوع بتلجأوا لجيبه المواطن على اي اساس؟ كيف بنيت انه المواطن هو الكنز والنفط تبعك؟ يا رجل، الناس والانظمه والدول المتقدمه بتقول لك فكر برا الصندوق. فكر برا الصندوق يعني فكر في مصادر دخل بديله، مش لجيب المواطن، مش كل شيء تحمله للمواطن. بعدين خليني اتذكر لشغله بس بتحكيها، شركه الكهرباء، تعالوا على الجد. صحيح التقرير انه فرق العمله او فرق القرض اللي ماخذينه حملتوه للمواطن؟ انت وين تفكيرك؟ مين صاحب القرار هذا؟ مجلس النواب، انت في تقريرك اللي اعتمدته لجنه التحقيق قريت هذا الموضوع على وسائل الاعلام، هل هذا الحكي صحيح؟ مجلس النواب، انت من دورك تحميني كمواطن، من دورك تدافع عن حقي، تطالب باي حق منتزه مني، انت كيف بتقبل على شركه الكهرباء توضع فروق القرض البنكي تبعها على فاتورتي؟ هذا الظلم، هذا اجرام، مش بحق المواطن، بحق الوطن قبل كل شيء. بعدين دوله الرئيس، اسعد الله مساك. انت رجل معروف انك رجل ليبرالي، تعمل في منظومه واخرجت برنامج بسم الله. انا كمواطن اردني من حقي اني اسالك، متى برنامج هذا النهضه بده يعود علي كمواطن؟ متى بدي اشعر بالفرق؟ نتائج هذا البرنامج، نتائج هذه المنظومه، انا متى بدي اشعر فيها؟ انا الان تحت الصفر، انا بحكي بلسان المواطن الاردني، المواطن الاردني الكادح، المواطن الاردني اللي كنا بنتباكى عليه، وكنا بنحمله العبء، وبنحمله المسؤوليه، وبنضيف عليه الضرائب، واحنا كاعلام فقط دورنا نتباكى على هذا المواطن. يا ريت انه تكون في عندنا حكومات صادقه، حكومات وطنيه، تشعر بالمواطن، ترفع من سويه هذا المواطن. مش ذنب هذا المواطن انه اجى في هاي البلد ويعاني لغايه ما يموت. ان شاء الله انه ربنا بيرزقنا بشخصيه وطنيه ترفع من سويه الانتاج، وتشوف مصادر دخل بديله تحسن فيها دخلنا كاردنيين بشكل عام. كثير بيسالوني انت ليش بتكشر وانت بتعمل فيديوهات؟ بقول لهم كانكم بتنسوا انه انا مواطن اردني. كل الحب، اشوفكم حلقه ثانيه، الى اللقاء.